السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير كل اسبوع وانتم طيبين. اتمنى تكونوا استفدتوا من الحلقة بتاعت اللي فاتت. طبعا لو حد عنده اي اسئلة عن حياة عمر بن الخطاب فيعني يسألها لنا تحت في الكومنتات واحنا هنرد عليها في الحلقة اللي بعدها، حتى لو هنتكلم في شخصية تانية لان ديت اخر حلقة في حلقات عمر بن الخطاب. ان شاء الله هنتكلم في شخصية جديدة وهتعرفوها قريب ان شاء الله. ازاي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ تمام، الحمد لله. كل أسبوع وأنت طيبة. وحضرتك طيبة. احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن ما بعد اسلام عمر بن الخطاب، واتكلمنا كمان عن هجرته للمدينة والمواقف اللي عملها ووفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وشخصيته، وزي ما تقولي كده هو هيئته الخارجية. يعني كنت أول مرة أسمع عن شكله وصف شكله بالحلاوة ديت. فدلوقتي بقى هنكمل آخر حلقة من حلقات عمر بن الخطاب وهنتكلم عن إيه هي المواقف بتاعته وإيه كنيته. اتفضلي حضرتك. الحقيقة اشتهر عنه بأنه رجل مواقف وأنه صاحب أقوال وآراء بارزة ومهمة. كان معروف جدا أنه هو كلامه دايما زي ما احنا قلنا، ده نتيجة أنه هو متربي بطريقة معينة، متعلم قارئ، كان بيحضر مع سادات قريش، وكانوا يعني اعتبروه هو السفير بتاعهم اللي بيوضح آراء قريش عند الاختلافات وأول الحروب والحاجات دي. كان سيدنا عمر هو اللي قايم بالدور ده، فمع التجارب والخبرات بقى صاحب رؤية، بقى متفهم، وهو شخصيته طبيعتها شخصية قوية. شيء طبيعي جدا ان هو يعني يبقى مع السنين كلها أقواله وآراءه تبقى مهمة. عايز تقول حاجة؟ اتفضلي. كنت عايزة أضيف نقطة وكنت عايزة أضيفها أصلا من أول حلقة بس ما الكلام ما جابش. يعني فكرة إن هو كان في الأول كان شغال في رعي الإبل، وإن قد إيه المهنة دي يعني بتعلم جدا، وحكمة ربنا إن أغلب الأنبياء اشتغلوا فيها وعلمت أو أثقلت شخصية عمر بن الخطاب في حاجات كتير جدا، لأن هما هي عبارة عن إبل في حيوانات. فهو أي حاجة أي حد فيهم بيحصل له حاجة هو اللي بيطببه، هو اللي بيهتم بيه لغاية ما يبقى كويس، فبيبقى عنده رحمة. فاللي عنده رحمة بالحيوان فأكيد يعني على البني آدمين رحمته بتبقى أكتر، وكمان بتخليه يبقى عنده صبر وقوة تحمل ومسؤولية. وديت الحاجات دي كلها موجودة في شخصية عمر، ده غير ان هو التركيز والمتابعه، ان هو بيتابع ابل فيهم رايحه فين جايه منين، فهو عنده تركيز شديد وكمان بيقدر ان هو يجمعهم على هدف واحد. ده غير كمان اهم حاجه ان هي بتعلمه التواضع، لان هو بيتعامل مع حيوانات. لو مثلا واحد بيتعامل في التجاره وكده هتلاقي كل ما يبقى عنده فلوس نفوذه بتعلى، الايجو بتاعه بيعلى كده، اما اللي بيشتغل في المهنه ديت بيبقى دايما متواضع، بيبقى دايما متامل، بيبقى دايما رحاله. فبس دي الاضافه. اللي انا لاحظاه يا نور انه ايام صدر الاسلام او حتى ما قبل الاسلام، الرعي مهنه اساسيه ومهمه، بس اللي انا يعني لافت نظري كانوا يعلموا مهنه الرعي دي من هم اطفال. فكره ان الطفل يلاقي نفسه مسؤول عن مجموعه اغنام او ماشيه او ابل او ايا كان، والسيطره عليهم، ومع الوقت ياخد خبرات ازاي يتحكم فيهم، يتحكم لو في حد مثلا حيوان ضرب حيوان او نقره او اي حاجه، ازاي يعرف يهدي، ازاي يديهم المكان اللي هيروحوا وياكلوا فيه، وازاي يجمعهم تاني ويمشيهم ورا بعض. يعني انا حاسه ان فيها علم كتير، هي علم طبيعه. وبعدين ايوه زي ما بتقولي عباره عن ابل بتمشي في ارض الله الواسعه تحت السماء في الاجواء طبعا اللي اكيد اللي هي تأمل. فيها فعلا فيها تأمل، وكمان فيها ان هو بيمشي الماشيه دول او الاغنام دول يا اما صباح باكر يا اما الغروب، والمواعيد الاثنين دول هي مواعيد انسجام الذات ايوه وتحسي كده زي ما يكون التصالح اللي عارف. حتى انت لما بتقعدي على البحر او البلاج او بتيجي عند المعادن دول بالذات تلاقي في سكينه ما نزلت عليكي، صح سبحان الله. فشوفي بقى لما كل ده يجتمع زي ما انت بتقولي، الحيوانات تعلم الرحمة، تعلم الصبر، تعلم الحكمة، تعلم القيادة، مع صفاء في الذهن، راحة في النفس، رياضة المشي، تنفس الجميل أثناء ما هما بيمشوا، ده كل غير الأمانة اللي هو كم هو ممكن يسرق تمام. ممكن يسرق حاجة ومحدش هيعرف، مفيش حد شايفه في ويقدر يقول الصحراء ممكن. هربوا الذئب أكلهم ولا مش أكلهم. فهو بيتعلمه لا يعني بنعرف مين الإنسان الأمين ومين الإنسان مش أمين. فأنا بتفق معك جدا جدا في هذا الأمر. طبعا بنتكلم كمان عن هو
عمر بن الخطاب فعلا كانوا بيقولوا عليه راجل شديد الشعور بقوة المسؤولية حتى تجاه البهائم العجماء، لدرجة انه معروف عنه انه كان يقول والله لو ان بغلة اتعثرت بشط الفرات لكنت مسؤولا عنها امام الله، واخاف ان يسالني الله عنها ويقول لي لماذا لم تفتح لها طريق يا عمر. وايامها بقى كان الاسلام بسم الله ما شاء الله منتشر في كل حته، فحاسس ان هو تحت مسؤوليته منطقه شاسعه، فكان لازم يبقى وبيدور على يعني تعثر شاه او بهيمه من البهائم. كمان كان من ضمن اخلاصه للدين كموقف برضه انا بعتبره من ضمن المواقف اللي تحسب له بشده، ان لما اشتد الجوع في عام الرماده ومفيش سمنه ومفيش ادام وكان في مشكله جوع ومجاعه وحيوانات بتموت، كان في مشاكل كتيره قوي، حرم على نفسه اكل اللي هو الادام اللي بنسميه اللي هي السمنه عندنا يعني، لان هو دول كان طريقه اكلهم يعني، فحرم على نفسه هذا الامر. فكان لما يجي ياكل الشعير والتمر فبعد ما ياكل بطنه تقرقر، فكان قاعد في مجلس النهى وقرقرت بطنه، فما كانش اللي يقول يعني ان شئت قرقري وان شئت لا تقرقري، مالك عندي ادام حتى يقضي على المسلمين. ايوه سبحان الله. يعني كتواضعه ان يعيش عيشه الناس اللي بياخدهم يجوعوا اجوع يتحرموا اتحرم. طبعا سيدنا عمر بن الخطاب عنده حاجات كتير قوي، كان لبسه ما لم يتمنظر بلبسه ولا يلبس الغالي زيه زي اي حد، بينام تحت الشجره ولا بيت فاخر ولا حاجه، ويمكن الكلام ده يعني هيجي في اوقات تانية. في احد الحروب او اثناء الفتح يعني اللي كان عامله، عمل فتوحات كتير جدا، ايوه تحالف الحلف الفارسي مع الحلف البيزنطي، وكان ده اتفاق ما بين هيركل والشاه يزدرجد الثالث، ايوه يزدرجد الثالث اتحالفوا ان هم ينضموا على بعض عشان يحاربوا المسلمين، لان هم كانوا خايفين منهم بقياده عمر بن الخطاب، كانوا قلقانين، فروح نتجمع عليه علشان ايه نحاربه مع بعض. لكن سيدنا عمر بذكائه عرف ان عمرهم ما ينفعوا يتجمعوا في نفس الوقت، طيب فخطط انه يقابل بجيوشه جيش الروم، وبدأ يعمل حاجة جميلة قوي، قسم جيشه إلى مجموعات، ايوه مجموعة تطلع على جيش الروم دول يحاربوهم، وبعدين يروح هوب بعد شوية جايين مجموعة تانية، بعد شوية مجموعة تالتة، فاهمة إزاي؟ فبدأ جيش الروم يحسوا إيه ده سيل متدفق من المسلمين، ايوه هبطوهم وهزموهم واستنفذوا قوتهم قبل ما الجيش البيزنطي يجتمع عليهم. فكانت دي خطة يعني ضمنت النصر للمسلمين، مش بعدد ولا عتاد ولكن بحسن بذكاء. تخطيط، حسن تخطيط. فده من المواقف اللي انا احب يعني اضمها لمواقف سيدنا عمر بن الخطاب. نيجي بقى نتكلم عن اللقب بتاعه والكنيه بتاعته. سيدنا اللقب بتاعه لقب بالفاروق، الفاروق. وكان فيه برضو من ضمن كنيته ابو حفص، أبو حفص. هو كان يعني دايما بيتلقب يا اما الفاروق يا اما ابو حفص، ولكن الكنيه بتاعته هنقولها بعد شوية اللي هي إيه، هنقولها بس لما تيجي وقتها. تمام. اللي هو هقول لك عليها دلوقتي اللي هي أم أمير المؤمنين يعني، بس لما تيجي قصتها. سبب بقى إنه سمى بالفاروق، نحن قلنا إنه لما أظهر إسلامه وراح وسأل أخته الرسول عليه الصلاة والسلام فين، قالت له في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وراح وطبعا خلاص عرف إنه يعني جاي سيدنا محمد، مسكه كده من هدومه وقال له أنت مش هتكفي بقى، مش هتقف بقى، كفاية عليك، لأنه كان بيحارب المسلمين. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومسكه كده نهره جامد، راح واقع على الارض كده بقى راكع على الارض، قام قال له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، راح كل اللي في بيت ابي الارقم هللو. كبروا وهللوا، وكان يعني ايه كانه فرح. فاول ما قعد بقى وكده قال له احنا ألسنا على الحق سيدنا محمد؟ قال له بلى. قال هو الذي بعثك بالحق لنخرجن، وفعلا وافق سيدنا محمد، وعملوا صفين، صف كان بقيادة أو على رأسه سيدنا حمزة بن عبد المطلب، وصف الثاني يتقدمه عمر بن الخطاب. ولما طلعوا ووصلوا من لغاية الكعبة، الكفار هناك كانوا شافوا وشهم يعني اتغير
لان حسوا ان اتنين من كبار الاقوياء بتوع الزمن ده التحقوا بالاسلام، لقوا نفسهم ان كده خلاص احنا ما عندناش قوه، ايوه مقدروش حد يتصدى ليهم ابدا. نيجي بقى عن لقب امير المؤمنين، وده كان بعد ما اخذ تولى الخلافه الخلافة. ولا الخلافه، فكان في مقترح ان يسموه خليفه رسول الله السلام. عليه الصلاه والسلام. فقال لهم لا، الاسم ده مش هيبقى نافع، عشان اللي هيجي بعد بقى هيبقى اسمه خليفه خليفة. رسول الله، يعني مش معقول. اجتمعوا على اسم تاني، دوروا على اسم تاني يعني يبقى ايه سهل كده، يميز كل اي حد هيمسك بعد كده الايه الخلافه. ايوه فقالوا احنا دلوقتي المؤمنين، قالوا له وانت امرنا يبقى انت امير المؤمنين. ايوه فمن هنا قالوا ايه كلمه امير امير المؤمنين المؤمنين. وسمي بقى. نتكلم بقى عن زوجاته، ايوه هنقول كل زوجه ويعني السيره سريعه عنها. تفضل. في واحدة اسمها قريبة بنت أبي أمية، دي كانت صحابية وكانت زوجة عمر بن الخطاب، ومن بعده يعني لما طلقها أو بعد موته اتجوزت معاوية بن أبي سفيان. الزوجة اللي بعد كده أم كلثوم مليكة بنت جرول، دي كانت خزاعية، ايوه دي كانت والدة عبيد الله بن عمر. بعد كده جت زوجته زينب بنت مضعون، ودي كانت بنت حبيب ابن وهب بن حذافة، وهي جمحية صحابية، وأخت عثمان بن مضعون وزوجة عمر بن الخطاب، أم عبد الله بن عمر، وأم المؤمنين حفصة بنت عمر وعبد الرحمن بن عمر. كمان كان في عاتكة بنت زيد، وهي ابنة زيد بن عمر، أخت الصحابي الجليل سعيد بن زيد، وبنت عم الصحابي الجليل عمر بن الخطاب. ايوه كان معروف عنها البلاغه وفصاحه القول، يعني متكلمه وحلوه. كان فيه بعد كده ام حكيم بنت الحارث ايوه بن هشام بن مخزوم، هي مخزوميه قريشيه كانت تحت عكرمه بن ابي جهل، ولما مات في معركه اليرموك خلف عليها خالد بن السعيد، وبعدين لما اتقتل تزوجها سيدنا عمر بن الخطاب، وولدت له فاطمه بنت عمر. ايوه بعد كده تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب الهاشمية القرشية، ودي كان أمها فاطمة الزهراء، وهي أصغر حفيدات الرسول صلى الله عليه عليه وسلم. افضل الصلاة والسلام. فتوحات بقى بتاعت عمر بن الخطاب. فتح الشام، وإحنا مش هندخل بقى في قصة الفتح إيه وأحداثها العسكرية إزاي، عشان دي حاجات مش بتاعتنا. وكمان فتح مصر. العراق وفارس ايوه الأول. بعد كده